بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة مستمعينا الأعزاء، مورنا الكريم حاضرا هنا مع هذه الانطلاقات وشوطنا 16 في مجموعة هذه الأشواط، ينطلق بحفظ الله ورعايته. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. المركز الأول مغادر عبد الله بن علي بن عجيل، النقل على الطامي سهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحميلي، وفي المركز الثالث هناك سيف بن حميد بن خليفة بن سحار. النقلة على المركز الرابع سراب سيف بن سعيد غانم المنصوري، بينما اللي في المركز الخامس جسمان عبد الله محمد عبيد الأغفلي، وفي المركز السادس احمد سعيد بن علي بن حلوان اللي هو الغرنجي. ساس مراكز النقلة على المركز السابع شعار منبع سعيد بن حمد الخفان بن حزيم، وفي المركز الثامن تاسع مراكز تعود مكيد السيد النشمي لراشد بن سيف بالضبيعة، وفي المركز العاشر والأخير بغادر. هناك شعار عبد شعار خامس عاشر المراكز الملعاي ما شاء الله خباط سلطان بن محمد الملعاي. النتيجة جارية والناموس متجول محتار ما بين الخمسة هناك محتار ما بين الخمس متجول ضارب على المركز الأول. أتمنى إن شاء الله التوفيق. الله يرعي دسمان الغفلي ما شاء الله، عبد الله بن محمد عبيد الغفلي مسيطر على المركز الأول وصامد على مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات. الطامي سهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري ثانيا، المركز الثالث هنا مغادر عبد الله بن علي بن عجيل، المركز الرابع علي بن حميد أو سيف بن حميد بن خليفة أبو سحر الشامسي، ولكن دسمان على ما ظن حسب الخبرة والمعلومات اللي توصلنا من هذا القعود بأنه هو صاحب الشوط صاحب الناموس صاحب الإنجاز. وين منفرد عن بقية المراكز؟ أبدا ما صدرت عليه أي أوامر ولا شبه أوامر تذكر عليه. عصات فبطان مغروز، عصات محنطة على الأبطان. سلام ما رعيد أسمان على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز ما شاء الله. دسمان عبد الله بن محمد بن عبيد الأغفلي مسيطرا مع 400 متر الأخيرة وصامدا ما شاء الله على المركز الأول. تهانينا والناموس والسلامات دائما هنا لهذا الشعار الجميل، هذا الشعار الذي يتألق ما بين أسامي كثيرة، عبد الله بن محمد بن عبيد الأغفلي، وها هو بدون أي توامر مخلنا متذخر بقوته شوي حق يوم الختام القادمة ما شاء الله. الختاميات قادمة ما شاء الله، يعني قريبة من هذه الأحداث. هاي لحظة صورة دسمان إلى خط النايم على الفوز والناموس تحيل السيد عبد الله بن محمد بن عبيد الأغفلي. هاي لحظة صورة خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني. هناك الحميري نعم خليفة بن عبيد الحميري المركز الثالث، هناك سيف بن سعيد بن غانم المنصوري المركز الرابع، شعار سيف بن حميد الشامسي المركز الخامس، شعار أحمد بن سعيد بن حلو. هكذا مستمعين الأعزاء دقيقتين أربع دقائق توقيت زمن 36 ثانية. تهانينا والناموس.